من دار علوش من هنا. ولد المنطقة. ولد المنطقة. سؤالي ليك علاش سموها دار علوش، عندكش فكرة؟ والله ما عنديش حتى فكرة. ما عنديش حتى فكرة الحق. مرحبا بكم السيدي. كل حد تجي ولا كل يوم؟ والله أنا نخدم، نهار اللي نرتاح نجي نعمل تبحيرة. تستغل الفرصة؟ مالا. تبحر وحدك ولا ديما مع العائلة؟ لا ديما مع العائلة. ديما مع العائلة هنا. أكيد قبل ما تجي باش تطلب ليستة على المرأة شنو الطيب وشنو تحضر باش تعدي نهاير مبحبح. والله التحذيرات معروفة. ديما التحذيرات بصلي على النبي. شنو أكثر حاجة تجيبوها ديما للبحر معاكم؟ الفطور، الجلاسيرة ديما تتبع. بصلي على النبي كل شيء بارد هنا. بحر دار علوش بصلي على النبي هاك تشوف. الأجواء بصلي على النبي هنا ديما حافلة. أنت تجي باش تفرهد العائلة ولا على خاطرك أنت ولا خاطر باش تفرهد البنوت؟ أكثر حاجة البنوت. ربي يفضلها. تحب البحر ياسر. بحرينا بصلي على النبي سمح برشا هنا. معروف. معروف بحر دار علوش هاك تشوف بصلي على النبي حافل حافل بصلي على النبي. السنة فما غياب الأشقاء الجزائريين الليبيين السياح أخواننا المواطنين بالخارج، تحس ما ثماش حركية قوية كالعادة مقارنة بالسنوات اللي فاتت. صحيح مرض نظرا للمرض وكل شيء، أما بحول الله أول شهر أوت تكمل البكالوريا بحول الله باش تحفل بكدا بكدا. تبدل الأمور؟ إن شاء الله بحول الله. اليوم أحد كيفاش نقيموه البحر؟ تحسوا معبي فارغ متوسط؟ والله معبي يسمى صلى على النبي جو الصيافه من تونس بكدا بكدا زاد. تحركت شويه؟ لا تحركت. خاطر فما برشا ديار مبلين شوفوا فيه مسكرين عامنا واللقيت هذايا كلها معبيه. صحيح والله صحيح، يمكن زاد ثم شويه عباد خايفه شويه من الكورونا المرض. اما بحول الله تجي في اوت بحول الله باش تلقاها كلهم معبيين. ان شاء الله. بحول الله ان شاء الله. يتحرك الدولاب في اوت زعما؟ بحول الله قلت لك ان شاء الله والله. من وقتها جيت الصباح؟ لا تو عندي ساعتين من ماضي ساعتين جيت. ماضي ساعتين معناها جيت مأخر شوية؟ سما مأخر شوية. مش نورمالمون تكون فطرت في الدار؟ لا لا فطرت فطور الصباح تو باش نتغدوا. ايه بحول الله العشاء هنا نروحوا ديما الثمانية من. ان شاء الله ما ترصيش في سحور زاد. لا لا هي التبحيرة هنا راهي من الستة التالي راه. وقت اللي تولي بحر كالم صلي على النبي والله. مدام انت كي تجي جايه للبحر اكيد تحضر ماكلتك وتايك وسيترونات. كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء ما لازم كل شيء كل شيء. هو يشرط عليك شنو الطيب وشنو تهز ولا انت تتصرف واحد؟ لا شويه منه يحب كي يحب حاجه انا نعملها له، كي تحب حاجه زاد نعملها. مصلي على النبي نجو مرقلين بالقدي بالقدي. من البارح تبدا تحضر يعني قبل بنهار؟ لا 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 كل نهار وقسمه كل نهار وقسمه. مصلي على النبي ونقوم الصباح نفطر فطور الصباح وبعديك طول نطيب الفطور نحضره ويمشي يقضي من درع علوش وكل شيء ويجي يلقى الامور واضحه. مصلي على النبي بعد تقصدوا ربي للبحر. انا نلم الباجاج بتاعنا ونقصدوا ربي للبحر. البحر كي تجي جايه تبدا شيخه ومتفرده باش تعوم، اما كي تروح بالرمل والغبره والكرفي كيفاش تراه البحر وقت؟ لا لا احنا عاملين حساباتنا في كل شيء. اول حاجه احنا عاملين ابار الدار الداخل عاملين دوش وكوجينا البرا نتاع بحر. مصلي على النبي تدخل نظيف عفيف للدار. يعني قريت حسابك كعبر مال ما تدخلش جمله. جمله. شكون استنبطها فاست الدوش البرا انت ولا المسيو؟ انا انا. خاطر انت تحس بالكرفي مش هو. طبيعه المراه ديما تلم ديما تمسح ديما تعمل في كل شيء، هي خاطر المراه ديما تعب اكثر من الراجل في الدار. والراجل قايم بواجبه زاد في خدمته في كل شيء. مصلي على النبي. شيء البحر اليوم راك شوف مصلي على النبي راكح جو باهي صافي. عائلات عائلات ناس كل عائلات جايين صيف. يتسمى معبي البحر اليوم هكا نهار احد؟ ما يسميش ناقص ناقص. علاش البحر اليوم مشكل عاد؟ مازال سيب مازال ما مش هو بيقولوا ولا العباد خايفه هارب من المرض ومن الواحد. الناس كل خايفه من المرض. منين جيت؟ من هنا من دار علوش تبع المنطقه. ولد دار علوش. ولد دار علوش. اعطينا فكره على دار علوش، علاش سموها دار علوش وعلاش العباد يحبوا بحر دار علوش بالذات؟ هذه بالنسبه للناس سموها دار علوش ما نكذبش عليك، يقولوا خاطر كانت تربي برشا العلوش ممكن هكا. والبحر خاطر البحر نظيف. بالنسبة للبحر النظيف تاعها. من كل بلايص من كامل الجمهورية. ناس كراية ناس تصيف هنا هكا. الحركية السنة ناقصة، فما سياحة ما فماش جزيرية ما فماش اخواننا الليبيين، كيفاش ترى الوضع السنة؟ الوضع شنو الوضع كما تعرف أنت، باش نحكي لك على الوضع. ناقص برشا.
موش به. انتم مع عائلة جيتوا؟ عائلة. شنو هي معناها كل يوم جود بحر ولا كان في العطلة؟ لا لا من لحد لحد. من لحد لحد. الناس نخدم خدام على روح. أنا كنت تلقاني مرتاحين نجي ونعدوا كنهير وكو. خاصة يبدا نهار سخون كيما اليوم واحد يهرب للبحر. يهرب للبحر. نهار كامل؟ نهار كامل هكا والعشية نروح. العشية. ستة سبعة نقطع. حر سمح في دار علوش والصيف باهي باهي. أنت من دار علوش؟ لا من سيدي مذكور. من؟ سيدي مذكور بحب دار علوش لوط. أو جيت تعوم لهنا؟ إيه هذه بلاصتنا نجو هكا نعوم. إيه نجو نعوم هناك البحر باهي سمح يعجبنا البحر. أنت تجي لهنا على خاطر هو أقرب بحر وإلا تحب تعوم في البحر هذا؟ لا خاطر أقرب بحر حتى على رجلنا نجمو نجو. مش حتى لازم نكرو ولا نجيبو على موتور ولا حاجة نجو حتى على رجلنا نخلطو لهناك خاطر مش بعيدة. كل حد تجيو تعملوا تبحبيحة وعومة؟ كل حد إن شاء الله كل حد من اللي يبدأ الصيف لين يكمل الصيف كل حد نجول البحر. إنسان معروفين عندهم كرفي في البحر يطيبوا التاي والقهوة والماكلة والدنيا الكل والراجل يتبنك ويبدأ ياكل ويتشرط ويزيد يقول لك مش بنينة. هذاك هو كم والله كما تحكي هذاك هو طيبوا في الدار ونجيبوا الفطور حاضر وكل شيء. توا اليوم أنت مبرمجة باش تجي للبحر أكيد من البارحة تحضر؟ ايه نقوم بكري نقوم بكري الصباح ايه انا ناخذ كعبه حوت سميح جدد تو مصلي على النبي في هنا في دار علوش كل شيء كل شيء مسين ايه عندنا سين في الدار وفلفل وطماطم كل شيء. انت ظاهر فيك جلده ما تصرفش برشا؟ لا 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 بالعكس الساعه ها ما يصرفش برشا جيلاني. شكون يقحف في الاخر؟ لا لا ما نقحفش يا خويا انا نساب ونحب بعضنا عايش بارك الله. كي تجي للبحر انت شنو تحب المدام تجيب معاها ماكله مثلا عندك حاجه معينه؟ برشا انا تشتهي ياسر 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 نحب المشويات نحب كل شيء هذاك هذاك حلويات برشا برشا. البحر يجوع ويوكل؟ يجوع يجوع حتى الحاجه ما تشتهيش تاكلها تولي تاكلها بالسيف. والغطسه واحد يحس روحه ما اكلش شيء؟ ودي تمشي توصل غاديك وترجع جعان. والمدام قبل ما تجي للبحر تشرط عليها شنو الطيب ولا تخليها هي تتصرف؟ لا انا نشرط عليها نقولها طيب الطيب تحضر لها الليستا انا نجيب لها شحاشتها والطيب ونجو. البحر هذا مش معناه كل واحد يجيب باراسول ويبنك على روحه؟ كل واحد باراسول ها كيما نحن هاي باراسول هذاك من اي واحد كل واحد باراسول تمشي حتى زاد ما نجي الصباح الظالي مازلت ما حضرش روحك تحط باراسول كانيكات تحط بحذاها ساك تمشي تروح على روحك تقضي امورك ما يمسلك حتى واحد. امنه ما يمسلك حتى واحد ما لقاو باراسول وشلاكه محطوطه فم ما يدوروش بها. هو تكي تحت باراسول على شط دار علوش وجوك مريق هكا هو عاد سبت وحد وطبحيره وكا فرهيده هذاك اللازم. علاش اخترت اليوم بالذات بحر دار علوش؟ والله بحر دار علوش قريب اول حاجه وثاني حاجه هك تشوف معناها فماش مشاكل وعائلات وشيخين وكال وهاويني مسلع النبي يتفرج بحر يعمل كيف. انت وطي سبت وحد تجي لهنا؟ سبت وحد حتى وسط الجمعه نجي. كي نقارنوا دار علوش سناب دار علوش عمناوي شنو اللي تبدل جو البحر؟ اقل شويه فما شويه عباد نقصوا جرة الكورونا والحكايات فما صيف فما الساس معبي اكثر من هكا فهمتني اما تصور ما متاثرش برشا معناها. هو ثم برشا عبادي يحبذوا البحر هكا ماهوش معبي برشا العائلات فهمتني والصغار والدنيا واللي عنده عائله يجي لنا هكا ماذا بيه خير ما فهم كل واحد وكيفاش فما اللي ما يحبش العريه ياسر وفما اللي يحب معبي او جوج فما اللي ما يحبش الجوج ما فما اللي يحب الجوج ما كل واحد كيش يظهر وبرشا نتصورها مع عائلات يرتاحوا لنا اكثر. انت كي تجي كيفاش تجي مع اصحابك وحدك مع عائله؟ والله كل مره كيفاش مثلا الصباح جيت مع العائله العشيه رجعت مع اصحابي كل مره كيفاش المهم توصل للماء المهم نوصل مش نعمل بالله سخانه بالله واحد بشد الدار صحيح هاو تفرشي كم صلى على النبي غطس ارجع تحت الباراسول شيخ هذاك هو ونسمع ترفرف مالا شنو جمعه كامله خدمه الواحد باش باش يفرهد على روحه الاخرى هنا ينحيك الستريس تاع الخدمه والتعب وكله. هو البحر معروف ينحي التعب ينحي ستريس ينحي برشا مشاكل صحيا زاده حتى للبدن باهي اللي ما عندوش بحر مسكين ايش يعمل؟
كل واحد هاك برشا ما عندهمش بحر يجيو يصيفوا لنا هاك. فما تو من تونس كل يوم ينافيو يجي لنا هاك يعوموا ويروح. فما علاش من تونس العاصمه يجيو يعوموا هنا وبالرغم اللي فما بحورات غادي برشا تو حتى يجيو حتى على الكار تو في تونس يمشيو. كان تمشي لقليبه وتشوف في قليبه كل يوم يجيو الصباح في الكار والعشيه يروح. على خاطر بحورات تونس ولات تتعبى برشا عليها برشا ضغط وما هوش نظيف ولات العباد تهرب للبحورات خاصة بحورات نابل وبحورات بنزرت. اسمع ما هو الواحد ديما يبدل تو هما عايشين في تونس ياخذ 10 سنين يبحر في تونس يسمع على قليبة ودرعلوش والهوارية ويجي يبدل يحب يبدلوا ولنا هكا شتوت نصورها أكبر وفهمتني. جاتك شي نهار فكرة إنك تمشي تبحر في تونس؟ والله ما جات برغم اللي بحرت في تونس اما بحكم وقتها نخدم غادي كيا بطبيعتي بتجي بطبيعات امانه توكيل ان هكا تجيني فكره تو باش نمشي نبحر في تونس صعيب شوي. واضح خويا ما انا حاطك باش تبعد تمشي للهواريه تمشي لقليبيه تمشي للزون ان هكا.